اخباركم ايه؟ رجعت لكم تاني بايه بقى؟ التجمع العائلي والاقامه زي ما وعدتكم. ورقه وقلم يا اختي واكتبي عشان تعرفي راجلك هيحضر ايه وانت تحضري ايه. سمعيني كده بقى، اول حاجه هنبتدي فيها اللي هو التجمع العائلي. التجمع العائلي ده هو اصلا هيخش المغرب اول مره سياحه، تمام كده؟ هو عايز بقى ايه؟ يستقر في المغرب. هو مثلا في المغرب وداخل سياحه ما ينفعش، لازم يغادر البلد. هياخد الاوراق من هنا، او لو هو في مصر هتبعتي له الاوراق اللي انا هقولها لك دي، تمام؟ اوراق اسمها اوراق التجمع العائلي، يعني يطلع بتاشيره من مصر اسمها تاشيره التجمع العائلي، تمام كده؟ نسمع اول حاجه. هنبدا اول حاجه في الورق، تمام كده؟ نسمع اول لقطه كده. اللي مطلوب من بعد ما يخرج ليهم التدليل اللي انت اصلا جبتيه من المحكمه، حيت هذا التدليل هو اللي غيسهل عليها. هو ضروري ماشي غيسهل، لازم ضروري هو اللي غتخدم به هنا في المغرب. بالنسبه للاوراق يا سواء الاقامه او هذا اللي بغيتي، التاشيره ديال التجمع العائلي، كتجيب نسخه مصادق عليها من عقد الزواج المغربي اللي هو النسخة التنفيذية اللي خرجت لك من المحكمة. النسخة اللي خرجت لك من المحكمة بتصدقي عليها خارجية. وشهادة ديال التحمل العائلي كيجيبها من المقاطعة، راه كاينة واحد لامبخيمي، واحد الورقة كتعمر كتمشي عند القايد بتروح المقاطعة كتكتب عليها تقول لهم أنا عايز أعمل شهادة تحمل عائلي. تمام؟ تمام. وكدير طلب أيوة مصادق عليه من الزوجة السيد السافر للمملكة المغربية بالقاهرة. طلب مصادق عليه، طلب بتكتبي فيه نسخة من الطلب التجمع العائلي، كتكتبي إلا بغاوه راه عندي تتحطوا لهم. موجود موجود التجمع العائلي، تمام؟ موجه للسفير المغربي في مصر، كما قلنا وكله مختوم خارجية. شهادة العمل، شهادة العمل بتجيبيها تاني، والدخل الفردي، وشهادة السكنة. بتجيبي شهادة سكن إلا كانت مع الوالد ديالها عايشة في الدار، هتجيب شهادة السكنة ديالها. عايشة في دارك لوحدك بتجيبي شهادة السكنة بتاعتك، عايشة في دار والدك بتجيبي شهادة السكنة بتاعت والدك، تمام كده؟ ماشي مشكلة. هاني يا أختي، والنسخة من البطاقة الوطنية. نسخة من البطاقة الوطنية صافي، وداك الساعة أنت النسخة ديال جواز السفر ديالك، راجلك بقى بتاخدي منه نسخة من جواز السفر مع الصحيفة الجنائية ديالكم. بيجيب من مصر فيش وتشبيه اللي هي الصحيفة الجنائية، تمام؟ بيختم عليها خارجية، بيختم عليها خارجية، تمام كده؟ وإيه تاني ليا؟ والصور إلا هي كانت تما تقدرات تمشي لمصر، غتدي معاها هاد الوراق كاملين، يا إما تبعث، يا إما تصيفطهم، إما إلا هي قدرات تمشي راه غتمشي باش حتى هي تسهل الأمور. سكان صح؟ لا بعثناهم في دي أش إي. لا بعد ما قالنا سكان صيفطتهم لك؟ لا ديتهم أنا، كنت معاك ديتهم أنا بإيدي. تجمع الأصليين، ما كاينش سكان، الأصليين. الأصل تجمعي الورق ده كله، تمام؟ وهو زي الباشا كده بيروح على الشباك اللي هو بتاع التأشيرات، وهو بيقدم الورق بيقول لهم انا بقدم تأشيرة تجمع العائلي. كيعطيو واحد لامبخيمي عاوتاني، اسمح لي قطعتك، كيعطيو واحد لامبخيمي عاوتاني، واحد الورقة كيعمرها وهو بيملاها، بيكتب كل كلمة او كل معلومة في الورقة دي، ما يسيبش حاجة عشان هم على اخرهم يعني. ولكن كل شيء كيسهل الحمد لله، ما كاين حتى شي حاجة غير عاوتاني هنا جوج نسخ من كل حاجة، حيت هما كياخذوا جوج نسخ. فوتوكوبي كلهم ليغاليزي. شد ريح دماغك عشان ما هتعطلي يبقى مهم منك. انا قلت لهم بلغت بس كده، تمام كده؟ الباشا بقى ايه كده، خلاص قدم في مصر على التاشيره بتاع التجمع العائلي، هتطلع له تاشيره التجمع العائلي، تمام كده؟ الدنيا حلوه.
عايز يخش المغرب ويستقر ويعمل الإقامة ليها أوراق. إيه الأوراق بقى؟ نسمع الأوراق بتاعة الإقامة. بس طبعا لازم بالترتيب زي ما أنا قلت لكم. ما تجيش تقولي لي لا احنا معاه فيزا سياحة وهيعمل عايز يعمل إقامة. ما تنطيش الحبل. أنا كلامي واضح. غير التوضيح الإقامة غتقول لهم دابا الإقامة يقول لك لا علاش أنت خديتي في هذا الوقت وحنا ما خديناش. داك الشيء كيرجع للدولة. حيت القانون كيتبدل. الدولة جدعان أنا. القانون كيتبدل. القانون بيتبدل. تزوجنا هذه 3 سنين ولا 4 سنين دابا ما عرفناش شنو كاين حنا كنعطيو. أنا هقول لك الورق اللي أنا عملته في الإقامة فالله أعلم. داك الشيء الإقامة داك الشيء ديال التأشيرة ما عندنا به حتى شي علاقة. أنا ماليش دعوة بالحكومة. خاص الدولة. حكومة كلامها على راسنا. أنا ماليش دعوة. بس كده. الأوراق المطلوبة في الإقامة إيه هي؟ عقد الزواج المغربي. عقد الجواز المغربي اللي هو التدين. اللي هي النسخة التنفيذية. النسخة التنفيذية اللي طالعة من المحكمة. عقد الزواج المصري. وعقد الجواز المصري. وشهادة العمل وشهادة الدخل الفردي يعني عودهم. هتعودي بقى نفس برضو إيه بتاعة التأشيرة يعني هو الورق قريب من ورق التأشيرة بتاعة التجمع العائلي. شهادة السكنة. تمام؟ عقد الجواز المغربي. اللي طلع من المحكمة. عقد الجواز المصري. صور طبعا. هذا. تلات صور من التأشيرة بتاعت التجمع العائلي اللي هو واخدها. تمام? مع الفيش والتشبيه. خليه يعمل الاتنين فيش وتشبيه معلش. اللي هو الصحيفة الجنائية. لان هيقول له عايزين فيش وتشبيه من السفارة بتاعتك. فبدل ما يعملها في السفارة يعملها في مصر وهو جاي على طول. تمام? ايه تاني? وصوبتي وحدة هنا في المغرب. فيش التشفيه? لا. الصحيفة الجنائية. لا لا. اللي جبتي من وزارة العدل. استخدمتها ايه? استخدمتها ايه? ما خدمتيش بيها. نفس الوراق شهادة السكنة. شهادة العمل. اللي يقولوا في بنكر. الشهور الاخرانيه اللي هي البنك ديال الكشف حساب بنكي 3 شهور حنا هاد الاوراق كنهضروا على واحد كيخدم سواء في شركه سواء هذا موظف نتكلم على الموظف سن صغير هذاك بوحد سن صغير ما نعرفش حتى لو سن كبير بقى سن كبير وما خدامش وما خدامش دي انا ما اعرفهاش عشان ما تقولوش انا ما قلتش برضه دي انا ما اعرفهاش مع احترامي ليكم انا بقول لكم على يعني انا بحكي لكم القصه مشيت ازاي والاوراق والدنيا معاني بس كده فيا رب يا رب يا رب الوراق اللي جمعناهم الاقامه كلهم كيمشيو لمديريه الامن اها ورق الاقامه مديريه الاقامه بتطلع من مديريه الامن من الولايه تمام كده باش ما يتلفوش هذا ورق قاعد الاقامه عشان برضه ايه ما بقاش نسيت حاجه مديريه الامن كتمشي لمديريه الامن هما يكملوا معاهم الاجراءات انكم ليها بالاجراءات على فكره قسم الاجانب عايز اعمل الاقامه فهم بقى بيتعاملوا معايا ياخدوا الاوراق ويشوفوا تمام كده بيدوكوا مجرد ما بتاخدوا الايصال بتاع الاقامه يبقى كده انت يعتبر خدت الاقامه تمام بس هي الدنيا برضو بتاخد وقت اعتقد وانت وحظك تمام لو ما بلغت لو ما فاشهد ويا رب اكون وصلت كل حاجه صح والناس فهمتني ويا رب الناس تكون دماغها ما راحتش مني كده ان هم يكونوا فهموني على طول يعني ولو عوزتوا اي حاجة انا معاكم في الكومنتات لو اول مرة تتابعني سبسكرايب او ابوني بالفرنش تمام الفيديو عجبك لايك اشوفكم على خير سلام عليكم